انطلقت صباح اليوم رسمياً أعمال مجموعة الدارسين والباحثين في مجال الإعلام والاتصال، وذلك تحت شعار استراتيجية تشات للميديا، وذلك من أجل الرقي والتقدم بالعمل الإعلامي. جرت المناسبة بحضور العديد من المختصين والمهتمين بالمجال الإعلامي. آدم حنفي فاضل والمزيد. إن الإعلام بمشتقاته كالصحافة والاتصال تعد من أبرز الوسائل التي تسهم في تطوير وتثقيف أي مجتمع كان، كما أنها مرآة الإنجازات ومحيطها. لذا جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لمجموعة الدراسات والبحوث من أجل تقديم إعلام أفضل وهادف وبناء للبلاد. مجموعة سميت تحت عنوان تشاد استراتيجي ميديا، مكونة بمشاركة العاملين في مجال الإعلام بمشتقاته، وذلك من أجل توسيع دائرة المهنة المذكورة آنفا في ميادين أعمالها التي تقدمها للرأي العام. تشاد استراتيجي ميديا كونت بمشاركة عدة مؤسسات دبلوماسية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الفرنكوفونية، بالإضافة إلى دار الصحافة بتشاد. المدير المالي لمجموعة الدراسات والبحوث لمؤسسة تشاد استراتيجي ميديا فقد تطرق إلى أهم ما دفع الإعلاميين التشاديين لتكوين هذه المؤسسة الشاملة. تشاد استراتيجي ميديا اليوم لانسي اكتيفيتي ومالا تشاد استراتيجي ميديا بيجي انينا جورناليست انا كومونيكاتور اكسبير انا اي سي عندنا مسؤول انا كبير في ديفلوبمون تشاد عشان ديفلوبمون بالا كومونيكاسيون ما يبقى اليوم بروجانا انا دوله يدورو communication عشان بنفيسير يلقى كبر أكما دوريسو وشنو partner development في تشاد. مدير مؤسسة تشاد استراتيجي ميديا جان فيليب أودينا كاشي فقد أشار إلى أهم ما تطلبه المهنة من أجل تطوير عالمها كالبحث والعلاقات العامة والدقة والمصداقية مع الشركاء عموما ومع مؤسسات بلاد توماي على وجه الخصوص، حيث شهدت المناسبة تقديم عرض فيديو يوضح بداية الصحف المطبوعة في تشاد للمطبعة الأولى لأحمد يوغوني بشارة، كما تلته مسرحية تحكي عن وصف الانطلاقة الرسمية لتشاد استراتيجي ميديا لمجموعة الدارسين والباحثين في مجال الإعلام من أجل تقديم نتاج أفضل لشرائح المجتمع التشادي.